بيراميدز يعني هيكمل بالشكل الايجابي في دوري الابطال ولا برضو هيكمل لمرحله معينه، يعني هيكمل لمرحله معينه، انما المنافسه على البطوله لا مش سهله يعني. صعب. يعني ممكن في حاله واحده لو المجموعه اللي معاك وفي القرعه طلعت كويسه بعد ما تكمل فدي ممكن تساعدك، انما مع فرق مثلا صعبه على ملعبها لا. يعني بيراميدز ممكن لحد دوري المجموعات. هو لو عدى دوري المجموعات يفرق جدا مع بيراميدز. لو عدى دوري المجموعات هيلعب نهائي. ياه. شخصيته بقى سيد، هو عايز ولا مش عايز؟ حتى لو قابل سان داونز، لو قابل الترجي، عادي ممكن يلعب الفرق دي ويبقى ند بند يعني. انما في دوري المجموعات لا، هو مشكلته كلها ان هو الماتشات اللي هي رايح جاي في دوري المجموعات هو ما بيجمعش يعني، كل مره كده يعني، هو لعب حتى مرتين في الكونفدراليه قبل كده. ويمكن اللي فرق معاه في الكونفدراليه الاولى ان هو لما لعب نهائي ده وصل فاينل، ان هو خسر بره. في دوري المجموعات كان ماشي اول ثلاث ماتشات بشكل كويس، فدول ريحوه بقى بيتعامل مع كل الماتشات بسهوله جدا. وتاني بطوله سيمي فاينل، وبعدين خرج من دوري وبعد المجموعات كده خرج مع الكابتن ايهاب جلال الله يرحمه. الله يرحمه. وبعدين السنه اللي فاتت في دوري الابطال خرج من دوري المجموعات. يعني دوري المجموعات السنه اللي فاتت انت يعني كان هتفتكر معاه ايه؟ ماتشات بطل موريتانيا وكان معاه سان داونز، سان داونز ومازيمبي. هي كانت مشكلته في مباراه مازيمبي يعني، هو خسر من سان داونز. كان في فرقه تعادل معاها بره وخسر هنا. تعادل بره وخسر هنا. يمكن مع المدرب سان داونز غريبه، ما دي كان سان داونز فعلا، دي سان داونز. تعادل بره وخسر هنا 1-0. صح. يمكن مع الراجل الموجود ده الشخصيه بتاعت الفرقه تتغير، او هو يقدر يعني يغير منهم حاجه يحفزهم. انا بقولهم على اعتبار كسبوا الكاس السنه دي، فبقى عندهم دافع كبير، ويعني بقى خلاص ادقوا طعم البطوله. والله يعني اللعيب برضه لما بيدوق طعم البطوله يعني بتفرق. لا من غير ما تعمل كده، ومش محتاج اصلا كده يعني. هو لو هو بص على كده ده لازم ينزلوا يكسروا الفرق كلها وياخدوا الماتشات، هتفرق معاهم كتير. لكن هم ولا في دماغهم ولا فارق معاهم، ما اعرفش هم بيحسبوها ازاي يعني. هم حاسبينها ازاي اللعيبه دي ان انا عادي انا بلعب في نادي بيراميدز؟ لا يعني هو بياخد فلوس وكل حاجه، بس هو ده طعم البطوله بتفرق طبعا طبعا. يعني هو لما هدي واشتغل على اللقب وكسبه فرقت اهو. والله هو كسب عشان ما فيش عراقيل خالص قابلته يعني. هو قابل مين؟ يقول لي كده يعني قابل كل الفرق اللي قابلها يعني، ما اقدرش اقارنها بيه. هو في حته وهم في حته في الطبيعي يعني. انا هوريك لقطه، بص كده، بص على الشاشه بتاعتنا او الشاشه بتاعتنا. ايه الملعب ده بقى؟ قول لي ايه ده؟ استنى استنى، ايه الماتش ده؟ هو الماتش اللي انت بتحكي عليه اكيد يعني. بص انت ما بتعتقوش. بص انت ما بتعتقوش حاجه خالص ليه كده يا ريس؟ بص تامر عبد الحميد، بص بص اهو، بص 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 بقول لك 90 ده على كده. مين ده؟ مين ده؟ ده سامح يوسف. بص شفت شفت شفت، لا حول ولا قوه الا بالله. بص 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 بقى مين بقى؟ قول لي مين، انا مش اللي هو انا ده خمسه ده. ده الحكم هنا الشلوت ولا لسه؟ لا لسه لسه. ده في حاجه بعد الماتش، جنايه بعد الماتش كمان. دي كانت بدايه الخناقه ولا لا؟ دي حاجه حاجه في الماتش عادي، لكن بعد الماتش خد بالك ده مش تصوير، كانش الماتش متذاع، ده تصوير يدوي كده. ما انا لسه بقول لك اهو، وانا بص الملعب ازاي. انت كنت عايزين بنالتي هنا. بص الملعب فيه ايه؟ تحس ان هو مزروع. والعيال بص بص بيلعبوا يعني، هو يعمل كوره كده كانهم بيلعبوا 1-2 وانت مش عارف تبص الكوره. طب ازاي ما تعرفش؟ بص البرازيل. اتفضل. يا نهار. وانت كنت فين في الجون ده؟ انا كنت مسافر. ما قال لك جوم استخبوا. استنى بس يعني يا سيد. انت مش عارف تبص متر جنبك؟ ده الجون ده صحيح. بص اهو. استنى استنى بس لو فهمت لحظه. ايوه انت فين بقى؟ انا مش عارف، انا مش عارف. ده انت مش في الكادر خالص يعني، ولا مع الراجل اللي هناك ولا اللي هنا. كنت بتجري لسه ورا الحكم. استنى بس انا والله بجد زي ما سيد قال كده. طب انا فين؟ طيب مش عارف شمال. انت مش عارف تبص متر جنبك وهم بيلعبوا بكعبهم. ايوه انت فين في الكادر؟ انا مش عارف. انا ما انت مش سرد باك. ايوه فين انت مالك يا سيد؟ في ايه؟ ماشي يا احمد طارق الزمالك المصري. جابني هو يا سيدي. لا بس دي مش في الجون ده، بعد الجون دي. انت كنت فين؟ كنت في مشوار.
انت كنت في مشوار فين؟ كلنا كنا في ماتشات افريقيا دي بنتمنى مثلا اللي يجي له التهاب رئوي، يجي له اي حاجه، المهم ما حدش يسافر. يعني انا مره مسافرين في التمرين خلاص انت هتمرن وطالعين المطار، الدوماني طلع معايا في كوره بلعت لساني فيها. يعني الحمد لله يا اخي الواحد بلع لساني، ما سافرش سفريه يعني ممكن تروح فيها بلعت لساني يعني مش مشكله، بس ما سافرش. انت ما تتخيلش بتعمل كان بتعمل فينا بنتمرمط مرمطه اقسم بالله. يا الطيران الخاص والحلاوات بتاعت الايام دي ده رحلات السنه يعني كده، رحلات طياره خاصه والفنادق خمس نجوم. طب انتوا كنتوا تسافروا زي الرحله زي دي مثلا، بتطلع السودان على الصومال على ليبيا، ممكن تعدي على دبي ولا تروح البلد دي وشوف بقى لما توصل ايه اللي بيحصل. 100 ترانزيت في النص اقسم بالله. احنا في كوستا دي سول في موزمبيق صح، والمصحف الراجل قافل المطار ما خرجنا، يلا قفل المطار بمفتاح سايل ازاي. المطار هناك حته ارض وعليها سور، والله العظيم قفل المطار. قعدنا اربع خمس ست ساعات نايمين على الارض عشان الراجل. اكيد كنتوا مخالفين في حاجه يعني؟ لا خالص، هو كده. طب قول لي، هو في الـ في الـ في الـ يوم ما بلعت لسانك ده كان ماتش ايه؟ كنا مسافرين سفريه افريقيا بره وعندنا تمرين بنتمرن. وحمدت ربنا انك ما سافرتش. الحمد لله. انا كان في لعيب في الفرقه بحط تلج على صدره قبل سفريه افريقيا عشان يجي له التهاب والمصعب مسافر، اقسم بالله. اقسم بالله. ايوه يا شباب احنا كنا بنتمرمط ونتعذب. بنحط تلج على صدره. خلاص الله يصلح حاله. ايوه مين؟ ما عادي، ما هو الكلام ده بقاله 20 سنه. خلاص بقى. خلاص والنبي يا شباب. وما سافرش؟ لا بقول لك خلاص انت تعبان. ايوه كلنا كنا يا سيد ما بنحبش نسافر ونهرب يا سيد. يحط يجي له التهاب رئوي ويسافر. تقدر مايل. يقول لك اموت بس ما سافرش برضه السفريه دي. يعني انت برضه يا سيد جيت على عز شويه، انت ما حضرتش المرمطه دي يا سيد. ليه؟ يعني يا سيد مثلا المرمطه دي كان ممكن. خد بالك الاسماعيلي كان بيلعب. هقول لك بس الاسماعيلي كان الفتره دي مظبوط، بس الاسماعيلي ما كانش بيلعب على طول. كل البطولات بقى. بس ما كانش على طول. لعب افريقيا. ايوه انت لعبت افريقيا مع الاسماعيلي. دوري الابطال لعب فاينل. ايوه ما حدش قال حاجه. انا ما قلتش لا. انتوا خسرتوا من ايه في الفاينل؟ انيامبا. انيامبا لعب لغايه الفاينل مع انيامبا، خسروا في الفاينل مع انيامبا دوري الابطال. خد بالك انا ما قلتش حاجه، بس الاستمراريه بتاعت الاسماعيلي ما كانتش على طول. ده كانت 2000 وكام دي؟ 2003 اعتقد او 4. مش كده؟ انا فاكر الماتش ده احنا رحنا فرق. وبعدين العوده كان عندنا هنا. خسرنا بره 2-0 اتنين تقريبا. كان في اربع او خمس لعيبه، كنت انا بقف ومحمد محسن ابو جريتشا، كان احمد فتحي وحسن عبد ربه عندهم مشكله مع منتخب الشباب. انا فاكر اول لما خدتهم بالعافيه من المعسكر. أيوة. وحصلت المشكله. وقال لك ابراهيم عثمان بعد خدهم بالعربيه. أيوة. وكابتن حسن شحاته اعتقد. كابتن حسن شحاته. كل دول ما لعبناش الماتش الاولاني اللي هو كان بره، فلعبنا ماتش العوده بقى. خلص 2-1 ماتش العوده ولا لا؟ 1-0 كسبت 1-0. بس هو ماتش ما تلعبش منه 10 دقايق طول الماتش بيقع. انا فاكر الماتش ده. لا اتمرمطت كده رحلات افريقيا زي طبعا. لا مش زينا. لا مره بنلعب كوره في نيجيريا. ده كان 2004. ما رضوش. كم مره قول لي هما كم مره؟ لا الاسماعيلي كان بيلعب كونفدراليه على طول، كان ايامها ما كانتش كونفدراليه كان كاس الاتحاد الافريقي. ممكن احنا لا ما كناش كاس الاتحاد الافريقي احنا خالص. انا كان بطوله ابطال الدوري صح؟ كاس الكؤوس كان اسمها كاس الكؤوس. ممكن صح كان الاهلي مش موجود تقريبا، كان عشان كان من انسحاب متعاقد. الاهلي كان رجع. لا الانسحاب ده كان في التسعينات. الاهلي رجع 2000 كان بيلعب في الالفينات. لا يا عم لا بعد 2000. ايوه هي في الالفينات الاهلي كان موجود كل موجود في كل البطولات. الاهلي كسبان دوري ابطال افريقيا 2002، الزمالك انتوا كسبتوه 2001 وجون تامر عبد الحميد، كسبتوا كاس الكؤوس 2000 وكسبتوا دوري. لا كاس الكؤوس ايه احنا كسبين قبل دي. اللي هو الاهلي اللي كسبان دوري الابطال 2001. الفرقه بتاعت كاميرون اسمها ايه اللي كسبناها هناك؟ كان هنا ويندي. الفاينل كان هناك 3-1 هنا وهناك لغايه الدقيقه 90 0-0 جونين. ما هو دي كانت اول بطوله لكاس العالم اللي اتلغت في اسبانيا. ده ابطال الكؤوس. ايوه ما هو دي كانت اول بطوله ان احنا. لا مش دي والله العظيم كانت دي اللي هتوديكم كاس العالم. كان دوري الابطال بتاع تامر عبد الحميد اللي انت عايزه دلوقتي. و الكبابجي نروح حالا. ما ينفعش الكؤوس توديني دوري. هو كان معمول في البدايه كده والراعي انسحب يا سيد والله العظيم. كان في اثنين من افريقيا يعني ابطال دوري ابطال الكؤوس. لا ايوه كاس الكؤوس بس ده اللي كان هيروح. ازاي يعني؟ طب يعني كان اثنين في افريقيا بيشاركوا تقصد؟ مش عارف. ده كانت اول بطوله هتتعمل. أوكي. كاس العالم كان هيتعمل في 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 في, في اسبانيا وتمام وجابنا الكاس ورجعنا وخلاص. لك الراعي انسحب فالبطوله اتلغت. عشان كده احنا لسه عايشين على دي. احنا اول فرقه وصلنا بس اتلغت يعني وكده. خدت نص مليون دولار وقتها النادي. النادي خد؟ ما شفناش حاجه والله ما شفنا حاجه. ما
من حقك تطلب حقك في المرحله دي دلوقتي. يا عم الله يبارك لهم، مش عايزين حاجه.